شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير، لايكاتكم ترتيباتكم. خلينا نبلش بالمقطع ومن هنا نبدي. الناس بعد عرفن الدرس من يجيهن هيجي، يعني يدرن اكو موضوع مطياه. وهذا ضب علينا، هذا اللي بيشوف. شوف يقولون الحبريات من كنا نفتح الباب مالتهم بحيث اضبط اطلع الطيور اطلع القاهي ما رايحات. هاي 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 مطير، هاي شوفوا هاي مطير. عين احنا شلنا هذا الفحل العاوي، لقفناه هو وهاي الطيره، كان منتحل شخصيه غير طير، حولنا غير طير عبرها علينا اول مره. مرة ثانية لقفناه، وينه هيا وينه هذا؟ فشلناه هذا، شوفوه. اها شلت هذا خليه يولي، وهاي الطيرة همين عزلناها همين ما تدبرها. مع العلم هي يبيع حلقة حمراء، يعني المفروض تطير، بس هاي خواتها كلها تطير. الطيور شباب الجنح بدا يختلف، شوفوا 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 بدا يختلف الجنح، بدت الامور تتلوز. بس كون ماكو بوري، بس كون ما يلوحنا بوري، لان مرات احنا ها نتونس بالشغله ولهناك يطب ما تفتين شنو الداس. يا بشكو سنة الحياه صارت بالارافل، صارت بالتيدي. مشكلة هسه اكو بعد اليوم دا يسولفوا لي ولد جماعتنا جماعة التيت، قالوا لا امجد هسه اكو سباقات بشهر 11 دي اشترك بيها انت. يعني ما بس انا هم اخوي راح يسافر، يعني راح يسافر بوقت التجهيز، ما راح اقدر اتفرغ 100%، يعني لازم اطير واروح للشغل، يعني ارجع زين ما اعرف هذا ياهو زقطار هذا زقطار. عين ذني بعد اللي مطيارين ثلاثة ينهزمون، مطيارين ثلاثة بعد اللي نزمة. هذا الجنيح مال طير مستحد، شوفوه هاي اللمعة اللي بالجنيح هاي بدون اذا تهفي له شوية ها ولا مع القير رايتين، بس يعني شوفوا 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 هذا مال الجنيح مال طير مستحد يابا. طيب خل اقربكم الفيديو، يمكن احسن اذا اقرب لكم يجي. ايه شوفوا استحدت الطيور، شلنا العاويات من عندها شوية، ترتبت امور. هذني جن اثنين مصراويات من شنو والله ما اعرف. ايه هاي زينة، هاي حطوا لها لايكات، هاي حطوا لها لايكات. اذا قلبه جنح لا حطوا بعد لايكات، ما قلبه تم حطوا لايكات. والله هذا ذكرنا بالحباري، والله هذا ذكرنا بالحباري، ترى شوية تعدل شباب. هاي الجنحين مو غريبة، هاي 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 هاي. طبعا طشرت اثنين من ثلاثة، وطب مرض اللي يطلع من الكوما ويوقع طيح الله حظه. ذاك مثل ذاك المطل يقول نيكولا، ما حد ما اريد هذا الطير اللي يوقف فوق البيت، اريد هذا مثل الزاجل، اريد مثل الزاجل ينهزم. هيك تطلع لي من الطيور هاي ما صرف لي. شوف ذاك طلع ورجع من انا راح يبين يمكم. هذا شوفوا هذا وذني اثنين فوق هاي. حلو الجنح، حلو حلو الجنح شباب، حلو الجنح كلش حلو ما شاء الله. كلش حلو الجنح، وين الخبرات وين هاي هاي وقت عصرية، باكر بالفصل تختلف الأمور، صح لو غلط؟ باكر بالفصل تختلف الأمور. شباب خليكم تلها شوية وارجع لكم،
شوية يدي هاي نحول بالتلفي. اقول لكم هذا فاشل ما تقول والله نقلونا ذول جماعة الشبكة حربنا. هاي اللي من طارت بالبداية قلت لكم هاي مو زينة. رادة تتحط زرغتها الروحة على الحطة. ما ادري شلون شالت روحها. تعي ثولة صحيح الله حظها منطاية. الحطة هم لازم ترتبنها. زينة الحطة. زينة الحطة زينة. هاي بالتثولة لازم اشيلها. نعرفها يا هي. وكان عندنا هذا ما طاير المصبغ طاير وذاك الاخ واحد يمكن بعد واحد طاير. ثلاثة بس شي على شي اداء روعة اداء مميز. اداء كلش راقي. اي أيوة والله. هاي. اداء كلش راقي ورحم الله امتن وابوتن ان شاء الله باكر الصبح نريد الامور ارتب واحسن. باكر الصبح نريد الامور ارتب واحسن. بعد عندنا هذا طاير. هذا طاير شوفوه. طبعا بس حطن الحبريات قبل قفلتها. حتى يريد يطير يستحدن. انا اليوم طيروهم بالفصل. يعني انطيتهم بعد الإعاز انه طيروا بالفصل خلاص. يريد يطير بالفصل خليه يطير. شوية همين نداري جماعة الزاجل. شباب 10,000 لايك. شكة دورة. اسهل منها ماكو. يا ريت لو الكل يشارك بهاي المساهمة الكريمة. حط لايك تربح في اللاجئ. جماعتي وين؟ زاز بخاريات. لا تريد تاكل من ايدي مو يا قواد؟ تاكل من ايدي. يلا كل برا. صغير الكبير. شوية نريد نسوي لنا حركة. شوية مطيار. الولد ابو الزاجل اللي خابرته طلع همين متسابق من اهالي البلديات الكرام. دزيت اللي هي بيد ولا صاحبنا رائد ابو تاكسي صاحبنا هم من جماعة الحمام بس مو خالد. خالد قال ما اقدر اروح. ارسلت لك قال ما اقدر اروح. قلت له بكيفك. قال بعيد. فدزيت بيد صاحبنا رائد ودى لي اياها. يلا يا نعبر. يلا يا صاحبي. دزينا لي اياها. والله خطيه فرح بيها الرجال. هذا الطير اللي تعبان انت عليه ومجهزه. يعني تخيلوا هالسان واحد يخابرني على التيد الوردية مثلا او التيد الزرقاء او اخوتها او الفحل المصبغ جنحين. طبعا انا افرح طيري وتعبان علي وادري بيه خوش طير وضاع غلطة. ضاع غلطة يعني خو ما هو هذا حيوان قابل شي يصير. فطبعا يعني افرح بيه. صح لو غلط شباب. سبحان الله والله هذوقع طير يمي هذا ما داعيت له. لن يرجع له يرجع له لو ينصب ذهب. اخابره وطهيه. الا احنا طيورنا ما تعرف وين توقع ما تدري. والله تختفي. تختفي. وين توقع ما تعرف. ادري ما ادري يعني معقولة هسه اني بس اللي يصيدون من يمي. دول اللي عيشتهم على الطير. والله ما ادري. هاي قبل كم يوم همين. على شغلة الأرافل شي أروح أني مرات أكو محل أروح له مو مال طيور. فبصفة محل مال طيور مال صاحبنا رجال. فدي يسولف يقول لي أمجد والله من يسمعون طيرك يعني عجيبة عجيبة. يعني ما أعرف عالم شايل حقد على شنو ما أدري. من يسمع هذا الطير مال أمجد الماجد هذا الطير بعد لو ينقاص لو ينتلف لو ينشمر بعيد لو يعني عجيب. هاي العالم شنو على شنو هالحقي شنو هالسواد هذا. خوب انت ذا هيجي خوب انت ذا شوف امجد الماجد من ديل زنطير من شخص ايش دا يسوي. دا يدز الراعية لو ما دا يدز الراعية. زين انت هيجي واحد غير تعامله بالمثل.
بس هم عم شبابك وعالم مع احترامات للناس الطيبة. هذا سلك الطيور يعني خلينا نكون واقعيين، فد 80% تعبان على عد الأصابع. كفيلكم الله العالم الطيبة بي على عد الأصابع. 80% عبارة عن شغلات يعني أنا أعتبر نفسي بعيد كل البعد عنه، وما أوصل ليش مرحلة وأبيع الطيور كله وما أوصل ليش مرحلة. بس هاي العالم هي احتراماتنا للعالم الطيب، فعالم لا والله فعالم زينة. يعني عالم أكو يعني هو طير ما له قيمة. هاي المشكلة شباب، هو طير ما له قيمة والله. أنا حتى هذا الطير اللي ألزمه من الحرب أستعيفه بقيلية، بس هو يعني هو يجبرك على هذا الشيء، تفهمني؟ هو يجبرك على هذا الشيء. هو يجي وازيك يقول لك حرب، يقول لك ما أدري شنو، أنت تضطر بعد تمشي وياه بهذا الدرب. لكن بيوم اللي أشوف شخص لا والله هذا ويانا زين، تختلف الأمور كلها تختلف. صاحبي تعال طب مجال خلي أكل هذا ضعفان. أشنا وجود جديدة نخفف بيها، هي الزواج اللي بدنا نخفف بيها. كلها تستعد، كلها سنت تشكيلة منوعة، أنواع الإدر الحمراء والصفراء. هذا الأبيض والله يمكن صار له يومين يفتح. هذا الأبيض شوفوا يمكن صار له يومين من البارحة المغرب، هم إجا وفتحت له الطيور وراجي يحط وشار روحه، واليوم هم نفس الحالة. يلا يا أهلي بيحظ. أنت تذكرك تذكرك أنت. إيه تريشة ثلاثة سنتين على كل واحد واحد، بس عفو المشاكل وكلنا نجبن. والله الزاج بدت علاقتي تقوى بي، يعني شوية دا أحس أكو علاقة بالموضوع، ويعني طبعا مو بس جوع دا يجني هنا، لأني دا أحس إن مثلا دي وصل مرحلة شوف هسه هذا يعني هسه هذا لا أكل لا هتشوف يتعارك يم إيدك، هذا مو جوعان صح له غلط شباب، يتعارك يم إيدك وهيجي هذا مو جوع، مو بس جوع هذا هو يعني شوية بي لزمة قام يتألف الطير. شوف مشاكل ما تخلص، نصب إيش عليه كلب ابن الكلب. هذا 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 شوف هذا هذا حتى جاي يتضارب. لك بابا هو هيجي لك اكل اكل هيجي اكل اكل مو تتعارك اكل. اكو بقى نجوا والله. هاي ما اعرف هاي الطيرة بيها مشكلة، هاي مضروبة برجلة خطية. هاي الطيرة طيرة مضروبة برجلة. هاي شوف شوف كل مبراقين داني مالات الشباب. هاي مضروبة برجلة خطية. اطلع اطلع راس راس جيك اطلع. هسه راح يجيني طارق لو اروح له ونزرب للكسرة. اكو فد قضية دي نحاول نرتبها، اذا ترتبت ترتبت. ما راح الحق افتح لكم الارافل لو اكمل لكم المقطع يعني بالكسرة، نشوف شكو ماكو نصور لكم شي بسيط لو مثلا باكر نكمل لكم المقطع. لو باكر نكمل لكم المقطع. طبعا فتحت عشاء للحبريات، هسه بدي احسبهن لان تعرفون لاني قامن يطق منهن بالفصل. يعني البارحه قبل كم يوم طيرنا شيل عن 12 15 فوق الطيور، فاردة اشوف اكو نقوصات الامور طيبه اكو نقوصات او الامور طيبه بالحالتين. انا بعد راح اقتلهم بالفصل الحد ما بعد يصير حديدة، ما عندنا غير حل. بالنسبة للأراف اللي عندنا زوجين مفكسات، اكو واحد من الولد المتابعين مالتنا راد هذا هذا التهريات والله هذا صار لي يومين في شباب.
هذا الابيض اي هو هذا البارحه اجى ذي الحطه وشاروح هسه هم نفس الحاله هم المغربيه هيك وقت هذا الظاهر انا ما ادري بالشغل فيظل يهوش 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 ودي يوصل يمنه يقول لك ها هذا المكان زين خلي نحط وما يحط كذا وراح يقعد راح اشوف اذا بروح هناك ابو بروح هناك حط على الشبكة لا والله حط حيحط على جيران هذا بالبيتونة حار على بالبيتونة هو هذا عنده خمسة طول من ستة حاط يمه شوفوا شباب عندنا الأرافل هنا هذا بيض بصاروة هذا بيض أرافل مفكسات هن اثنين هاي بيض أرافل أتصور يعني المفروض اليوم مباشر يفقسن يعني شغلات هذا اللي مفقسات حتى ساقات خوزقة عندنا ست فرخات أربعة بالخانات أربعة يم الحمر اثنين بالخانة واحد هنا سبع فرخات ولد رادم من يمي هن من كان هيك عمر هو رادم من يمي قلت له بدي زلنا طواير وخذ ندز لنا بدي اربع خمس طواير وخذ لنا سبع فرخات مكعكلات بس واحد مكعكل قال لا اشتريهن مشترى قلت له بخير ان شاء الله فاحتمال راح ندز هندني ما راح ادشرهن ما تسوى ست فرخات ننطيهن هذا الولد صاحبنا ونجيب بمكانهن طواير فد شوف قد نشتري بفلوسهن طواير او هو يدز لنا طواير بعد افضل واحسن عندنا هاي الجولدن هم يعني مفقسه شباب شوفوها الفحل الجولدن على الطيرة السلارة منها ما تبين هي بيضتين جواها هسه مفقسة اول بيضة اريد نشوف انتاجها شنو ذني هو طلع من عندها انتاج هذا الزوج العراقي على هذا همين مفقسات لو بعدهن هاي ما اريد اتقرب من يمها هاي غثيثة بيض لاحق اخي هذا اخي بيض لاحق ماكو شي طيرة تتعارك بيضها لاحق هاي هسه الايرانيه على هذا الفحل التي دي على الايرانيه بيضات بس فخر الرافل خوزق خوزق كلش خوزق جاهزات لان بعدين يومين هذين بيضات ما ادري نبقيهن ما نبقيهن ما اعرف انا سعدنا اذني راح يجهزن شوفوا لان الفرخات لان فرختين خوات بينات راح يجهزن وهذاهم راح يجهز ان شاء الله ندشر هاي الوجبه راح ندشرها شباب هاي شوف زيدي طلع ندشر هذا 1005 هم جوا انت شوفوا ما شاء الله هم راح ندشرهن بعد عندنا يراد لنا طور صغير هذا انكسر قبل شوي لحقت على الطيور بس ما شفتوا المقطع بعدني ما جايب طور والله رحت طبيت للجمباز وراحت من بالي يعني ولا اجى ببالي هذا الطور فيحتاج لنا طور نجيب هذا الطور وما عندنا بشي هذا الفحل صار كم يوم ده عالجه خطيه بس الطيره دزق شباب بس الطيره دزق هاي البخاريات هاي فرخات عندنا زوج البصراويات هذا الفحل شويه يمكن صح ما اعرف هاي شنو تقامل ما يدب القنديات هسه هاي شلون شغله هاي وين القنديل عاد وين اللون مال الشمس وين البياضات شنو تطالع اسود تجعد شنو السالفه مو مشكله ذني جواهن بيض مال الأرافل هاي تي دي هاي بيضة فاسدة خليت الأرافل هذا الفحل دي يزق دي يحاول يكبر ذني ما راح يدبرها هذا الاثنين هم دي يكبرين بس ما أعرف الزق بهذا الكيشواني عبالك ما دي يطلع طير عدل مو مثل ما الزق بالخانة علي الفرق بالخانة ما شاء الله يخبر بالكيشواني معوج ما أدري شوي فذني الاثنين الجوا لما تي دي راح أشيلهن نشوف منو بعمرن هنا أنا جوا يعني مثلا اذا واحد جوا اثنين تخليها ثلاثة بالخانة تضيع القضية ثلاثة بالخانة تضيع هناك اثنين ما يدبرنها والله ثلاثة بالخانة تضيع هاي لان الخانة شوف شباب شو ما تفتحها تجي تفتحها تلقى اكل طبعا هذا عدس وحمص مجروش وحمص عادي وماش وزعوهن بالحصة اخذتهن فصعدت من كل نوعية هذا اللي ما ادري صار كم شهر احنا ما ماخذيهن فانطانا اياهن صعدت تقريبا
كيشي كم طاسه بحدود 3 كيلوات 4 مشكل خبطت لهن ويا الاكل مال الطيور مالتنا. خلي ياكلن شباب بالعافيه. ايام زاق يحتاجن كل شيء يحتاجن. اني يمكن زوجين ذني. هاي الزوجين. شوفوا. زوجين. هاي ال 14 اخذ الطياره الصفراء. وهذا الفحل الجو اخذ الطياره الخضراء. بالعافيه عليه. بالعافيه عليه. انا اكو مشروع ببالي والله شباب بس شو ذاك الوهس والله لو غالبين نفس سباق لو هاي كان اختلفت الامور. اكو مشروع ببالي شيء لرافل خليني بهاي الحلال هنا انا سيد شرين هنا انا وهاي الثلاث ابراج هذا وهذا يفرق عندك فوقاه المسرح نصعد بيه فرخات يا دي نصعد هالامور مسرح مو عالي يعني بعلو هاي البوري هذا بعلو هيك يجي من هنا من الحائط يجي لي جاي النص هذا ياخذ له برجين يعني ونفتح برج على برج نخلي هذا مثلا لطيور المطيار اتيادي هالامور هاي بالمسرح وهذا البرج يبقى نفسه مال انتاج مال اتيادي وهالامور يعني لو غالبين بالسباق كان لو داخلين بالسباق حتى لو ما غالبين المهم لو منافسين داخلين واصلين للسباق كان صارت فد شويه واهس فد يعني دافع حتى نرتب الامور بس سبحان الله ما رهمت نبى انكسر واحد فد مره والله وصلنا مرحله التصيط وشويه ها يعني بدينا نتراجع عن القرار شويه شويه تليفونات واتصالات تعليقات الشباب والامور ابى احنا منستنا عتيدي مع العلم واشوف العالم يعني رحبت بفكره قرار تسقيط تيدي بس ما طول عندنا طيور جلده وبيهن طيور بيهن مستقبل يعني ذني الأربعة زينات خوش طيور الحجم منه أنا عندنا هذا الفحل هذا يعني هم فت 5-6 بعد تقريبا بالعشرة زينات إذا نصعد وجبة مال فرخات ونظل نجهز آخر تجهيز نظل نجهز من أنا على سباقات شهر الرابع الخامس عود نطب بالسباقات ونشوف شنو الدرس هي الطيور ضالة شباب ما طول اكو خانات واكو انتاج يعني قبل واحد وين يوديهن الطيور موجودة ننتج منها احسن ما قاعدة ونطلع فرقات منها احسن ما عايفية هيك عند الشر اللي يبقى اللي يروح الله ماكو غير وصلنا شباب نهاية المقطع لا تنسون اشتركوا بالقناة لايكات ترتيبات المقطع الجاي ان شاء الله راح تكون اذا الله راد سهل الارافل واصله نبتدي بها المقطع الجاي وبنفس الوقت يعني شويه اكو ترتيبات راح تكون يلا شباب تحياتي لكم جميعا.